استعداداً للعشاء ينهمك خطاب في صلق العدس له ولثمانية عشر لاجئاً سودانياً آخر يعيشون جميعاً في شقة صغيرة بإحدى ضواحي بيروت. حالتهم المعيشية لا تسمح لهم بشراء أنواع أخرى من الطعام ولا بالسكن بطريقة أفضل، ما يعكس الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية في البلاد. حتى في حاجة إنه يعني أنت كلاجئ يعني ما بتلقى شغل، يعني أنت في شباب هنا في البيت لهم ثلاثة أيام أو أربع أيام طلعوا ما معروفين، يعني بيجوا راجعين أو ما بيجوا راجعين لأنه ما معهم الخطوط اللبنانية، بتتعرض لاضطهاد في الطريق العام، بتتعرض لعنصرية، بتتعرض يعني تشتغل ما بيعطوك مصاريك. يعني أنا بحكي لك حاجات إنه في العقل الباطن ما بتصدق. وما يزيد معاناتهم قسوة ممارسات عنصرية وتمييز بحق ذوي البشرة السمراء، بحسب ما تروي مريم التي لجأت إلى لبنان قبل ثلاث سنوات وهي تخشى على مستقبل ابنتها. بيسبوني يا سمراء يا أسود يا عبيد يا هيك هيك الألفاظ الممنيحة. هلا إذا فوت على سوبر ماركت بدي أخذ أغراض، أول ما يشوفون أنا سمراء دغري يا إما خدت الكمامة علت على الآخر، يا إما بعدت، يا إما إذا أخذت غرض بتخوت تمسح، يعني ما بعرف ليش هيدي المشكلة. هؤلاء من بين أكثر من 1800 لاجئ سوداني في لبنان مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين، تركوا بلادهم هربا من الاضطرابات فيها، كما أن هناك عدد آخر ينتظر تسجيله كلاجئ. وجودهم في لبنان مؤقت بحسب اعتقادهم لأنهم يسعون للانتقال إلى بلد ثالث، وحتى ذلك الحين تحاول المفوضية التابعة للأمم المتحدة تخفيف معاناتهم كغيرهم من لاجئي الجنسيات الأخرى. بنحاول قد ما فينا أنه نوصل المساعدات والدعم لكل اللاجئين الأكثر حاجة. أكيد ما بنقدر نوصل أو نوصل بكل البرامج الإنسانية لكل اللاجئين، أكيد بنضطر أنه يعني يكون في فئات أبدا من غيرها، وهي أكيد بحسب وضعهم الاقتصادي والاجتماعي. فنحن بنقدم الرعاية الصحية، التعليم، المساعدة النقدية والحماية أكيد القانونية لكل اللاجئين وضمنهم اللاجئين السودانيين. وفي الختام لابد من الإشارة إلى أن ليس كل السودانيين في لبنان لاجئين، إذ أن هناك جالية من نحو 5000 شخص حاصلين على إقامات رسمية قصدوا لبنان طلباً للعلم أو للعمل، إلا أن الأزمات الأخيرة في لبنان أجبرت بعضهم على العودة إلى بلده. نعيم برجاوي، قناة الجديد.